فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة تزوجت رجلاً عنيناً ولم يخبرها بذلك، وهو قريب لها، مكثت معه سنة ثم طلقها وقال: لا تخبري أحداً بأنني عنين. هي الآن في حيرة، الخطاب يتقدمون وترفض ذلك، هل يجوز لها؟ يتقدمون إيش؟ كذب. والخطاب يتقدمون وترفض السؤال أو كذا. يقول: هل لها ما عليها منها؟ الواجب على ولي المرأة أو المرأة أنها تسأل، أما إذا لم تسأل ما عليها منها. لو شاورتها يلزمها أن تبين، أما إذا لم تستشرها فلا تتدخل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.